عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، هو التهاب العصب السابع. ده التهاب بيبقى في العصب السابع، بيأثر على حاجة اسمها عضلات الوش بتاعة الفيشل اكسبريشن. يعني ايه فيشل اكسبريشن؟ اللي هو حركات التعبير. العيان اول ما بيجيله العصب السابع، يعني عينيه بتنزل دموع لوحدها، البق بيتعوج في ناحية لوحده، او للاسف نقول له غمض عينيك، عينيه مش راضيه تتغمض، يعني عينيه مفتحه على طول، يعني حتى هو نايم مش عارف يغمض عينيه. التهاب العصب السابع احنا بنعمل فيه علاج مميز جدا، برضو من العلاجات اللي هي مش موجوده عندنا، جهاز امريكي بنحقن فيه ماده مضاده للالتهاب بتاع العصب، وبنبدا نشتغل على العصب نفسه، بنعمل تنبيه للعضلات بطريقه معينه. كمان التنبيه للعضلات اللي عندنا مش تنبيه عضلات برضو عادي، لا، عضلات الوش بتبقى صغيره، فبنستخدم حاجه اسمها بوينتر ستيميوليشن، بنمشي على نقطه نقطه من عضلات الوش على اساس نقدر يعني نحصل على احسن نتيجه مع مجموعه من التمرينات بتتعمل. تبقى الجلسه في حدود ساعتين ونص 3 ساعات، وبتجيب نتيجه هايله ان شاء الله. يعني في خلال اسبوعين 12 جلسه بنعملهم يومين، بيكون العيان مخلص. لو حاله صعبه جدا بالكتير بنعيد الكورس ايه مرتين. هنتكلم بقى دلوقتي، هنشرح اول طريقه. دلوقتي بنحقن المادة دي من الموينت. اصلا عيان العصب السابع بياخد المادة دي في اول اسبوع، بياخدها حقن علشان تساعد في الالتهاب. احنا بنديها له الحمد لله بطريقة مباشرة على العصب مش عن طريق الحبل. ده مكان العصب السابع، بيبقى مكانه بالظبط ماشي ورا الودن. ده مكان العصب السابع، الاناتومي بتاعه، التشريح بتاعه بيبقى ماشي ورا الود. وبنبدا نشغل الجهاز، وبنعمل بقى ايه، ده دي ماده بتوصل للعصب، بنعالج التهاب العصب بحيث ان احنا نجيب احسن نتيجه في اقرب وقت، لان في ناس بتبدا تشتغل علاج طبيعي والعصب ملتهب فمش عارفين يجيب احسن نتيجه ممكنه. لا، لما بنعمل ده في الاول بيساعد معانا، وفي نهايه برضو الجلسات بنعمله عشان نبقى مطمنين ان مفيش التهاب خالص. بوينتر ستيميوليشن ده مخصوص، مش تنبيه عضلي طبيعي، ده بيبقى مخصوص عشان العصب السابع، عضلات الوش. يعني احنا ده ما بنشتغلش بيه، يعني عضلات الوش تعتبر الشغل الاساسي بتاعه. تمام. بنبدا يعني ايه، ندي الانتنسي، نزود الكثافه بتاعه التيار، وبنبدا ندي تنبيه كهربائي. الجلسه دي بتستمر حوالي نص ساعه على الوش مع بقيه الحاجات التانيه. الجلسه بتبقى في حدود ساعتين ونص او 3 ساعات برضو. وبنعمل تمارين بتقوي، بنعمل نوع مساج معين، وبنعمل يعني بتبقى جلسة طويلة. قربي معلش، هناخد بقى نقطة نقطة. بعدين النقطة اللي بعدها، لو أنا كمان عليت سنة صغيرة ممكن نشوف الحركة بتاعت يعني التأثير بتاعه، شايفين حاجبها اترفع ازاي، تأثيره قوي قد ايه، خلى الحاجب يترفع لوحده. غمض عينيك، يعني بتغمض على طول، ارفعي مناخيرك. تمام، بناخد نقطة نقطة من نقط الوش، شايفين الحركة عاملة ازاي، وبنكمل الجلسة كده لحد ما نخلص نص ساعة تنبيه على عضلات الوش نقطة نقطة لحد ما بنخلص. يا رب نكون فدناكم النهارده في علاج التهاب العصب السابع، من الحاجات المهمه والسهل علاجها على فكره، بالرغم ان الشكل بتاعه لما بيجي بيبقى بيخوف، بس يعني ما شاء الله لو العيان بدا الجلسات على طول وعمل الجلسات بتاعته بيجيب نتيجه كويسه جدا جدا. نتمنى نكون فدناكم النهارده.